بسم الله الرحمن الرحيم. دي ومحبه ولحظه صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمه حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، تعالوا نستشعر بقلوبنا أن احنا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم به من بيت أسعد إنسان في العالم، بيت أسعد زوج في العالم، بيت صاحب أطهر قلب في العالم كله. تعالوا نتعلم من طهر النبي ومن أخلاق النبي، تعالوا نتعلم من زهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف كان عايش إزاي عشان نعيش زيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة. أخوي وحبيبي، تعال نخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حس بالمعنى، أنت داخل دلوقتي بيت الرسول، هدوء وأدب وسكينة وخشوع، وأنت داخل بيت حبيبك صلى الله عليه وسلم. وإحنا داخلين المرة دي لقينا كالعادة زي المرتين اللي فاتوا ناس قاعدين من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول لهم وبيعلمهم خلق جميل جدا من أخلاق المسلمين، خلق لازم نتعلمه ولازم نتعلم من كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. اوعى حد يظلم حد، اوعى حد يقرب من حق حد، اوعى مسلم يعتدي على حق مسلم، اوعى مسلم يجور على مسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده النهاردة حوار مع خاطب، الجزء الثالث، وفي الغالب هيكون والجزء الأخير. وأحب أقول لحضراتكم، عشان كتير بيقول عايزين نتواصل ونتصل ونتكلم ونحكي وندردش ونقول مشاكلنا الخاصة بالنقطة دي بالذات بفترة الخطوبة. عشان كده إن شاء الله خصصنا الحلقة القادمة من أولها الأخيرة إن شاء الله لاستفسارات حضراتكم وأسئلة حضراتكم. هستقبل اتصالات طول الحلقة من أولها الأخيرة في كل المشاكل الخاصة بفترة الخطبة، قبل ما ننتقل في الحلقة اللي بعدها على طول على العقد بقى. ربنا يا رب يزوج كل الشباب وبنات المسلمين، قولوا آمين. طبعا بتقولها من قلبك، ربنا يبارك فيك يا رب ويجوز شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين. أخويا وحبيبي، طبعا احنا ما زلنا بنتكلم في مرحلة الخطبة. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت والقبليها عن كل حاجة تقريبا، او كل او اغلب الحاجات في فترة الخطبة. اتكلمنا ازاي يا جماعة ان الانسان لما يختار على اساس الدين، لان حبيبك ما تصلى عليه، ايوة كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر، فوز، الحق، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. قلنا هنختار على أساس الدين، وهنسأل عن الأسرة ونشوف الأسرة لازم تكون أسرة ملتزمة، وفي نفس الوقت هنحرص جدا على ان احنا نختار أخت ما شاء الله عقلية فهمة وإنسانة نضجة، وعندها ما شاء الله هم شيل هم الدين، وعندها همة عالية، وعندها بعد نظر، وما شاء الله عندها يعني طموحات وأحلام جميلة جدا لخدمة دينها ولخدمة بلدها ولخدمة ولادها، علشان تربي جيل بفضل الله يضاهي جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون على مثال وعلى منوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا جماعة أن الإنسان لما يختار لابد أن يروح لبيت ناس محترمين، ناس متدينين، ناس بيحبوا بعض، بيحترموا بعض، قبل كل حاجة ناس بيحبوا ربنا، ناس بيحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنخش بيت ناس صالحين. وقلنا بقى آداب الزيارة، وتكلمنا عن آداب الزيارة، وقلنا مين اللي ينفع نتقدم لها ومين اللي ما ينفعش أصلا ان احنا نتقدم لها. وقلت لما تروح يا ريت تاخد معاك والدتك او اختك علشان تقعد مع الاخت وتشوف اللي انت عايزه كله وتقوله لك،
وقلنا برضو اوعى تروح وايدك فاضيه معاك يعني هديه دنيويه وهديه اخرويه معاك ما شاء الله ترطاي او اي حاجه، وفي نفس الوقت معاك مصاحف، معاك كتب دينية، معاك أشرطة دينية، معاك أي حاجة تذكرهم بالله عز وجل. حتى لو ما تمتش الخطبة تترك عندهم ذكرى طيبة، كل ما يشوفوها يفتكروك بكل خير. قلنا آداب الزيارة، إزاي الإنسان يدخل بيت الناس، إزاي يحترم بيت الناس، إزاي الإنسان لما يروح يخطب لما يتكلم معهم يتكلم بذوقيات عالية، إزاي حتى لما يوافق يقول موافقته بذوقيات عالية، إزاي حتى لما يرفض حتى في حال الرفض يتكلم أيضا بذوقيات عالية، علشان إن احنا نتألف قلوب الناس وما نكونش فتنة للناس من حولنا. وقلنا يا جماعة يجوز إنه يشوفها، شوف الأخت اللي راح يتقدم لها في وجود محرم من محارمها، قلت في وجود محرم من محارمها خارج البيت علشان ما نجرحش بيوت المسلمين، ولو تمت الموافقة يروح يتقدم ويشوف والدها ويدردش معها وياخد ويدي معها في الكلام، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى سبب الوفاق بين هذا الشاب وبين هذه الفتاة. تعالوا نكمل موضوعنا وبنسير أسئلة معينة علشان نجاوب عليها، وكأننا عايشين فترة الخطبة بالظبط، علشان أنا عارف إن في أسئلة كتيرة جدا بتدور في دماغ ناس كتيرة جدا أو بتدور في قلوب ناس كتيرة جدا، فإحنا بنحاول نشوف إيه الأسئلة اللي أنتم محتاجين تسألوا عنها وبنحاول نجاوب عنها قدر الإمكان. تعالى نبدأ مع بعض بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعضهم بيقول طب يا شيخ هل يجوز نخلي الخطبة فترة الخطوبة ديت في السر؟ والجواب نعم يجوز، يجوز ان احنا نخلي، وان كان الافضل هو الاعلان ان احنا نعرف الناس ان فلان خطب فلانة. ليه؟ ان الخطبة وان كانت ما هيش زواج يا جماعة لكنها وعد بالزواج، فلما نقول فلانة مخطوبة لفلان ده يخلينا نخرج من المشكلة اللي احنا قلناها في اول الدرس اللي هي ايه، لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. انا عارف ان فلانة مخطوبة يبقى ما ينفعش ان انا اتقدم لها، لكن لما اكون انا مش عارف انها مخطوبة ممكن اروح اتقدم، وممكن ده تكون سبب فتنة ان البنت لو ما عندهاش وازع ديني تبتدي تقارن تقول طب انا اتقدم لي فلان وفلان وفلان وهي لسه يعني والدنيا يعني عندها مش واضحه، فتبتدي تقارن بين ده وبين ده فتكون سبب مفسده بين المسلمين. لكن عموما في المجمل يجوز ان احنا نخلي الخطبه في السر لحد ما يجي تتم الموافقه ونبدا في العقد، فلا بد هنا من الاعلان ومن الاشهار. طيب بعضهم بيقول والله هو بس احنا بنقول نخلي الخطبه في السر لسبب، انا عارف السبب، السبب ان عشان ما يتقالش ان فلان اتقدم لها وخطبها وبعدين سابها وفلان اتقدم وخطب وبعدين سابها فيتقال يا ده جال هيجي 50 واحد وسابوها. وان كان الاصل اخوي وحبيبي اختي الفاضله بالله عليك سيبك من الناس، ما تشغلش نفسك بالناس، الناس يا ما هيقولوا، الناس لو حضرتك اتجوزت هيقولوا يا بختها اتجوزت، ولو اتطلقت يقولوا شوفوا اتطلقت، ولو اتخطبت يقولوا يا سلام هي الوحيده اللي بيجي لها عرسان يا اخي ما شاء الله رزقها في رجليها، واخد بالك، ولو راح خطبها سابها تقول شوف سبحان الله اكيد شاف حاجه، فكده كده مش هنسلم. جحا جحا ودي قصه خياليه يعني، لما كان ماشي مع ابنه وعزكم الله واخدين معهم الحمار، فجحا ركب على الحمار فعدوا على قوم فقالوا شوف الراجل ما عندوش رحمه راكب على الحمار وسايب ابنه ماشي جنبه، فقال خلاص اركب يا ابني انت وبلاش انا، فركب الولد، فهم ماشيين على ناس تانيين قالوا شوفوا يا سبحان الله الولد ما عندوش ريحه الذوق سايب ابوه ماشي جنبيه وهو راكب على الحمار، فقال له يا ابني خلاص نركب انا وانت، فلما ركبوا قالوا يا اعوذ بالله ده ناس ما فيش في قلوبها ريحه الرحمه، هم الاثنين راكبين على الحمار والحمار حموله 2 سلندر وهم يعني 4 سلندر، فالدنيا يعني ايه يعني ضايعه مع الحمار، قالوا طب خلاص احنا الاثنين نمشي ونسيب الحمار، فقالوا مغفلين سايبين الحمار ومشين على رجليهم، فلم ترضي احدا ابدا، لو الناس رضيت عنك كانت رضيت، يعني سبحان الله ده الناس لو رضيت هقول لك ايه ما رضيتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم اتحارب واتضرب واترمى سلى الجزور على ظهره واترمى التراب فوق راسه صلى الله عليه وسلم، ده الكون دلوقتي حبايبي في 4 تخماس اهل الارض يكفرون بالله، الارض فيها مليار ويعني كم 6 مليار من ضمنهم 1,400,000,000 مسلم والباقي كله يكفرون بالله سبحانه وتعالى، حتى المولى عز وجل ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا البشر أو أغلب البشر لم يرضوا عن الله، والله لو صحب الإنسان جبريل
لو صاحب الإنسان جبريل، والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قيل إن له ولدا وزوجة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. يبقى إذن إذا كانوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكثير من الناس يكفرون بالله ولم يرضوا عن الله ولم يرضوا عن رسول الله، فكيف يرضوا عنا نحن؟ إذن ما نهتمش بالناس يا جماعة، وما نهتمش الناس بتقول إيه إلا إذا كان في مسائل تمس القيم والأخلاقيات. لا، ناخد بالنا ونراعي طبعا نظرات الناس ونراعي أحاسيس الناس حتى لا نجرح الناس ولا نفتن الناس في دينهم. يبقى يجوز أن تكون الخطبة في السر إذا كنا نخشى من كلام الناس، وإن كان الأصل نترك كلام الناس وما همناش منهم، لكن يعني عند العقد لابد من الإشهار. طيب السؤال اللي بعده، ممكن الخاطب يجي البيت كده على فترات متباعدة يقعد مع الأخت يدردشوا مع بعض في الريسبشن قدام الرايح واللي جاي؟ طبعا الأهالي هتكون أحد بعيد عنهم شوية عشان يقدروا يتفهموا مع بعض ويتعرفوا على بعض أكتر. ده السؤال أنا لسه ما جاوبتش، واخد بالك؟ ويتعرفوا على بعض أكتر وأكتر، وهي تعرف وجهات نظره وهي يعرف وجهات نظرها، ونقرب المسافات شوية. وبرضه كل دوت يعني الكل شايفهم ومفيش قاعدة ولا خلوة ولا أي حاجة، قاعدين في الريسبشن والناس رايحة جاية ووالدها قاعد بعيد أو أخوها وكلهم شايفينهم. هل يجوز الكلام دوت؟ في المجمل يجوز، لكن أنا ما بنصحش يا جماعة من كثرة زيارات الخاطب، ولا بنصح بتطويل فترة الخطوبة لسبب بسيط جدا يا حبيبي. إيه هو السبب؟ السبب والله أدين الله عز وجل إن فترة الخطوبة دي فترة تكلف، محدش بيظهر على حقيقته، هو بيتكلف وهي بتتكلف، هو بيحاول يظهر أجمل ما عنده وهي بتحاول تظهر أجمل ما عندها، وبيحاول يرقق نفسه وهي بتحاول تكون في منتهى الرقة، وبعد كده يعني زي ما بيقولوا في المثل، يعني هو في فترة الخطوبة هو بيتكلم وهي بتسمع، وفي فترة العقد هي بتتكلم وهو بيسمع، وبعد الجواز هما الاثنين بيصرخوا والجيران بتسمع. فعايزين نقول يعني ان المسألة يعني فترة الخطوبة فترة تكلف، هنطول فيها هنقصر فيها مش هتفرق، لانها فتره ما بتظهرش الامور على حقيقتها الا بعد العقد والا بعد الزواج على وجه التحديد. فعشان كده بقول يجوز يجي، لكن يا ريت نقلل من الزيارات، وفي نفس الوقت نحاول بقدر الامكان ما نطولش في فتره الخطوبه. وفي حاجه تانية ملحوظه، لو كانت الاخت منتقبه هو شافها مره واثنين وثلاثه وخلاص استخر ربنا واستشار حبايبه وقال يا جماعه انا موافق في الوقت دوت، لا يجوز ان هو يشوفها بعد كده. ولو جلس معها في وجود المحارم يجلس معها وهي منتقبة، أما لو كانت غير منتقبة فالأمر يفرق. فعشان كده بقول يا جماعة فترة الخطوبة فترة تكلف. طيب سؤال برضو بيسألوا كتير من الشباب، وأظن أن ده أهم سؤال يعني في الموضوع، لأنه طبعا يعني الإجابة عليه كتير من الشباب محتاجينها. يجوز أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟ طب مش هروح أزور، على الاقل حتى اوفر يعني، ما كل ما بروح انا باخد هدايا معايا، فيعني خليها كده خليها اتصالات، نقضيها اتصالات ولا فودافون؟ قصدي يعني نقضيها ازاي؟ المهم يعني ينفع نتكلم؟ ينفع تتكلم، بس بقى في اسلوب للكلام هقول لك عليه حالا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هيجوز اتصل ازاي؟ بدل ما يعني ما ينفعش بقى ان ناخد الموبايل بتاعها. خد بالك فتره الخطوبه يا جماعه الخير حبايب قلبي ربنا يبارك فيكم، دي وعد بالزواج وليست زواجا. بمعنى ايه؟ بمعنى هو لسه اجنبي عنها وهي لسه اجنبيه عنه، لحد الان ما فيش اي علاقه ما بينهم، هو مجرد بس وعدها بالزواج. طب نعمل ايه في الوقت دوت؟ ذوقيات جميله جدا، هنعمل ايه؟ بدل ما ياخد موبايلها نمرة الموبايل وهي تاخد نمرة الموبايل، وده ما يجوزش في فتره الخطوبه، لا، ياخد نمرة البيت النمرة الأرضية، وبعدين يتصل بوالدها أو بأخوها. السلام عليكم يا عم، إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ ربنا يبارك لي في عمرك، والله العظيم وحشني جدا وأنا سعيد جدا بلقاء حضرتك وبمعرفة حضرتك. وكلمتين، مش يعني كلمتين ويقول له يعني إيه مع السلامة بقى ودين الأخت، لا يعني يتكلم معاه ويدردش معاه شوية، وبعدين في نهاية الكلام بعد خمس دقائق مثلا ولا حاجة، طب تأذن لي يا عم إذا حضرتك أذنت اني اتكلم مع الاخت في وجود حضرتك؟ يا سلام على الادب. اتفضل يا ابني. هيدي التليفون لبنته، بنته هتتكلم، سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. هيدردشوا مع بعض، يعرف وجهه نظرها تعرف وجهه نظره، ويدردشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض في وجود مين؟ في وجود والدها. والدها ما يقومش من جنبها، او اخوها مثلا يكون برضو اخوها ما يقومش من جنبها. ليه؟ عارفين ليه؟ علشان ما يتطرقش الموضوع لكلمات عاطفيه،
يقعد يقول لها بحبك وتقول له بموت فيك ويقول لها مش عارف ايه وكان ده كله، هنخش في معاصي ومشاكل الجوازة هتتنزع منها البركة لو احنا لجأنا لهذا الاسلوب. عشان كده بقول باسلوب جميل جدا وبسيط جدا، سلام عليكم عم، بيسلم على عمها على والدها او على اخوها ويدردش معاه شوية ويستأذنه في انه يكلم الاخت، هيتكلم مع بعض ليه؟ طب لو تتراكم الامور العاطفيه فيها مشكله ايه؟ فيها معصيه، والمعصيه لو دخلت في الزواج من اوله تنزع البركه. الحاجه الثانيه انه ممكن يكون بيسجل المكالمه، وانتوا عارفين احنا في عصر يعني الانفتاح العالمي وفي مرحله تقنيه عاليه جدا، ممكن يسجل لها المكالمه سواء على موبايل او على تليفون عادي، وممكن يذلها بالمكالمة ديت لو أنها تطرقت وقالت كلمة عاطفية غصب عنها، في اللحظة ديت ممكن عياذا بالله يوقف حالها ويذلها العمر كله بالمكالمة ديت. عشان كده بنقول يعني أن الإنسان لما يتقي ربنا ربنا بيبارك له ويصل له حاله كله. تعالوا نكمل مرحلة الخطبة ولكن بعد فاصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم بعد الفاصل، وربنا يجمعنا وإياكم على خير ويجوز كل شباب وبنات المسلمين، وأنا في انتظار الاس ام اس بتاعكم إن شاء الله وتليفوناتكم في آخر هذه الحلقة إن شاء الله. أخويا وحبيبي، قلنا من قبل الفاصل، قلنا هل يجوز إن أنا أكلمها في التليفون وتكلمني في التليفون؟ قلنا يجوز في وجود المحارم علشان ما يبقاش فيه تطرق لأمور عاطفية، خصوصا إن كتير من البنات يعني مشكلتها عندها فراغ عاطفي وهو عنده فراغ عاطفي، فيقعدوا يدردشوا من بعد صلاة العشاء لحد قبل صلاة الفجر، بيدردشوا ويحكوا ويقول لها كل اللي في قلبه وتقول له ووا، لحد ما ممكن تبوح له بأسرار شديدة، هو نفس حكاية، وممكن عايزا بالله يكون إنسان مش كويس يسجل عليها المكالمات ديت يوقف حالها. وعندي قصص والله العظيم تتألف في مجلدات، تقول والله سلمت له نفسي بكلامي و والحاجات دي كلها، وشاء ربنا سبحانه وتعالى اني انا اكتشف بعد كده ان هو مسجل لي كل المكالمات ديت وقف حالي لمده 10 سنين لانه بيذلني بالشرايط او التسجيلات اللي هو مسجل عليا. عشان كده بيقول ان فعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ربنا يعافينا ويعافيكم. اما الانسان الثاني، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الزواج يا اختي الفاضله رزق، والرزق ده لابد ان هو لا ياتي الا بطاعه الله، الرزق لا ياتي بمعصيه الله سبحانه وتعالى. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته سبحانه وتعالى. اذا فالمسألة مسألة ان احنا بنقول ان اي زواج بيبدأ بمعصية ربنا سبحانه وتعالى بتنزع منه البركة. اوه حد يظن ان انا بقول الكلام ده تزمت مني ولا حاجة، ابدا والله، انا بفضل الله منهج الوسطية في كل شيء، لكن احب ان انا انصح اخواني واخواتي عشان حياتهم تبدأ بطاعة، عشان بيوتهم تتملي طاعة وتبقى زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لان في ناس خد بالك بقى، ودي مشكلة كبيرة جدا، ان في ناس بتعتبر فترة الخطوبة دي كأنها جواز حقيقي، لأنها إيه؟ جواز حقيقي بجد، يعني علاقات مفتوحة على البحر، كل حاجة مسموح بيها، بيخرج معاها ويقعد معاها برا وممكن يسافر معاها كمان مفيش مشكلة، ويرجع البيت على صلاة الفجر وماما موافقة وبابا عارف ومطنش والدنيا يعني سايحة خالص، يعني واخد بال حضرتك؟ لا، ده احنا عايزين نقول يا جماعة ان ما ينفعش الكلام دوت، لان اكبر مشكلة، والبنت نفسها بتقول انا مضطرة ان انا اتجاوب معاها، اعمل ايه؟ عايز نخرج معاه بخرج معاه، عايز نكلمه في التليفون بكلمه في التليفون، اتصور معاه بتصور معاه، ليه؟ لان انا مضطر اعمل كده عشان ما يسيبنيش. وانتوا عارفين طبعا دلوقتي الرجاله شاحين في السوق، فيعني ايه بقت مشكله كبيره جدا، تقول لك وانا هلاقي غيره منين؟ اهو ظل راجل ولا ظل حيطه، يعني بعض الامثله اللي بتتقال. فاحنا بنقول لا، ما هو المشكله ان انت لما تتجوز الحيطه لما تتجوز الراجل اللي انت عصيت ربنا معاه، الجواز مش هيبقى فيها بركه. عشان كده بنقول نبدأ حياتنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثانية، ان المصايب اللي بتحصل في فترة الخطوبة يقينا والله حبايبي بتحصل في فترة الخطوبة اكتر من المصايب اللي بتحصل في فترة العقد. ليه؟ لان هي بتتعامل معها لانه خلاص مدام خطبها يبقى ده كأنه عريسي زوجي، فخلاص بتتصرف معها بتلقائية شديدة جدا، فبتحصل مشاكل كتيرة. خدوا بالكم بقى من حاجة، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان مراحل الزواج كل مرحله بتنتقل فيها من حاجه لحاجه تانية. بمعنى حضرتك عرفت ان في اخت فاضله، رحت اتقدمت، فلما اتقدمت استخرت ربنا واستشرت اهلك وبعدين وافقت الحمد لله رب العالمين، رحت اتقدمت خطبتها بعد كده، لما خطبتها انت كده في المرحله ديت محروم من كل حاجه، خد بالك، لان في مرحله خطوبه اللي هي مرحله وعد بالزواج وليست مرحله زواج،
جميل. بعد كده عقدت، فلك كل شيء إلا الدخول بهذه الأخت المباركة. طيب خلاص ربنا أكرمك ودخلت، خلاص لك كل شيء. لو خدت كل حاجة من الأخت ديت في فترة الخطوبة لا يمكن هتتجوزها، وده عن تجارب شفناها في حياة ناس كتيرة جدا. لما الأخت سلمت نفسها وضيعت نفسها مع هذا الشاب في مرحلة الخطوبة، كل أسف ضاعت الزواجة وضاعت حياتها وضاع مستقبلها، بسبب أنه خد كل حاجة في فترة الخطوبة. يعقد ليه؟ خلاص المسألة بالنسبة له منتهية. طيب سؤالي اللي بعد كده، وأكيد كتير برضو من الشباب بيسأل السؤال ده، وكتير من البنات بيسألوا نفس السؤال، وأوه حد يفتكر أن أنا متزمت في هذه الأحكام، لكنه دين يا جماعة، لا نجامل في دين المولى عز وجل، لكن نقول الأحكام الشرعية في قالب من الرحمة واللين والسلاسة بفضل الله سبحانه وتعالى. هل يجوز إن أنا أسلم على خطيبتي، أصافح خطيبتي؟ هل يجوز يا جماعة الكلام ده؟ طبعا ما يجوز. ليه؟ خد بالك من حاجة، هي الخطبة زي ما قلنا وبنكرر الموضوع ده كذا مرة عشان بس المسألة تستقر في أذهان الناس، الخطبة يا جماعة الخير حبايب قلبي هي وعد بالزواج وليست زواجا. طيب يبقى إذن هذه الفتاة ما زالت أجنبية عني وأنا ما زلت أجنبيا عنها، خدوا بالكم. طيب يبقى ما يجوز أن أنا صفحها ليه؟ لثلاث أدلة. الدليل الأولاني حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد. إيه المخيط؟ عارف حضرتك النيبر بتاع المنجد بالخشبة الكبيرة ديت، بس تخيلها مش خشبة بقى، تخيلها حديدة. لو النبي بيقول لو الواحد اطعن في دماغه بحتة حديدة قد كده خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. نقول الحديث تاني: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. حديث التاني رواه البخاري، أمنا عائشة بتقول: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها. انتوا عارفين في البيعة، البيعة تستلزم الايه؟ المصافحة. انا ببيعك يا رسول الله، يعني انا بصفحك وببيعك. فلما ارادت امرأة ان تصافح النبي في بيعة النساء وضع النبي يده خلف ظهري وقال: اني لا اصافح النساء. لان كانت تبقى مصيبة كبيرة جدا لو ان النبي صافح امرأة واحدة، لظن الناس انها سنة، وكانت بالنسبة للرجالة كانت هتبقى اجمل سنة، هيفضلوا بقى ليل ونهار يطبقوا السنة دي طول ما هو ماشي عمال يسلم على اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش. عشان كده النبي لم يسلم. طب النبي ما سلمش ليه يا جماعة؟ هل النبي لو سلم صلى الله عليه وآله وسلم، هل النبي لو سلم هيتفتن؟ ده النبي يا جماعة، ده النبي محرم لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم ليه؟ عشان ما حدش يقتدي به في السلام على النساء، خد بالك. عشان كده لم يسلم النبي ابدا على اي امراه. حديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي بسند صحيح زي ما قلت لحضرتك في الجزء اللي فات، ان المراه لما ارادت ان تصافحه قال: اني لا اصافح النساء. يبقى اذا ثلاث احاديث دولت يا جماعه قدامنا بتقول ان النبي كان بيرفض مصافحه النساء، مع ان مين ده؟ النبي سيد ولد ادم، صاحب اطهر قلب في الدنيا. لان بعض الشباب يقول لك: طب وليه ما سلمش يعني؟ ده الحمد لله رب العالمين، ده انا قلبي ابيض وطيب والحمد لله ونيتي حلوه وزي الفل، ولما بسلم عليها بقول كانها اختي، واخد بالك؟ اقول لك يعني انت اطهر او قلبك اطهر من قلب النبي ومن الصحابه صلى الله عليه وسلم؟ ابدا لا يمكن طبعا. ورغم ذلك النبي رفض ان يسلم على النساء بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتسال سؤال تاني بيقولوا: طيب في مرحله الخطوبه هل ممكن نعمل حفل كده بقى ونفرح احنا وقرايبنا وحبايبنا واصحابنا؟ اقول يجوز، ما دام ما فيش معصيه، ما فيش اختلاط، ما فيش اي حاجه نرتكب فيها اي معصيه لله سبحانه وتعالى او مخالفه لامر رسول الله، يجوز. بس عايز اقول حاجه، يا ريت لو هنعمل حفلة يا جماعة الخير في فترة الخطوبة تبقى حفلة على الضيق، حفلة أسرية. ليه؟ علشان لو عملنا فرح كبير جدا وحفلة كبيرة جدا وبعدين حصل لا قدر الله إنه سابها، هيتقال إيه؟ ده تقدم لها وصرف عليها دم قلبه وعمل فرح قد كده وفي الآخر سابها، أكيد شاف حاجة عليها وحشة. فنخلي الموضوع ملموم في فترة الخطوبة على قد ما نقدر، ولما نيجي بقى في مرحلة العقد نعمل فرح اللي احنا عايزينه، ولكن برضو نلتزم يا جماعة الخير ان الفرح يبقى فيه طاعة لله، يبقى فيه قاعة للنساء لوحدهم ويعملوا اللي هم عايزينه مع بعض، ما فيش مشكلة ما دام ما فيش معصية ايضا، وقاعة للرجال، ويبقى ما فيش اي اختلاط ولا معاصي ولا اي حاجة، ونفرح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عشان كده بنقول
ان كل وقت له عبودية، وعبودية هذا الوقت في الفرح ان احنا نفرح يا جماعة. ما ينفعش يبقى فرح كده نبقى مغمومين فيه او حزنانين فيه او متضايقين فيه، لا ده احنا عايزين نفرح ونفرح بنتنا ونفرح ابننا ونفرح كل حبايبنا، لكن بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. وجميل قوي قوي ان احنا نبدأ حياتنا من بيت ربنا، نعمل العقد في المسجد، وعايزين نفرح بعد كده في اي مكان احنا عايزينه، ما فيش مشكلة، لكن بالله عليكم نجتنب كل الاجتناب اي معصية لله سبحانه وتعالى عشان الفرح يتم على خير، وعشان ربنا يبارك في هذه الزيجة المباركة. طيب سؤال برضو بعد كده، انا عمال بنكش في الاسئلة ليه؟ علشان انا عارف ان في كتير من الناس بيحبوا يسألوا في النقطة دي بالذات، فعايزين نوفر عليهم الوقت، وعايزين نوفر لهم على اكبر قدر من الاجابات اللي هم نفسهم يسألوا عنها. طيب دبلة الخطوبة، هل يجوز ان انا اجيب دبلة الخطوبة للاخت وهي تجيب لي دبلة هي كمان، او اجيب دبلة ليا وليها؟ الكلام دوت هنقول عليه حاجة ظاهرة خالص. دبلة الخطوبة يا جماعة مرتبطة عند أهل الكتاب باعتقاد خاص بيهم، مش عايز أخد في المسألة كتير، فالأفضل، بقول الأفضل إن هو يجيب خاتم من ذهب لهذه الفتاة. مين اللي هيلبسها خاتم الذهب؟ مش هو، ما يعملهاش حال ولا نفس الوانة ويقول بقى يعني لابد إن أنا يعني ألبس الأخت برضو عشان أفرحها، لا، هات الخاتم من الذهب وخلي والدتك أو أختك تخش وتلبس الأخت الخاتم من ذهب وتقبلها وتاخدها في حضنها، وانت تبقى سعيد جدا ان انت الحمد لله ارتبطت باخت فاضله وصالحه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هتجيب لها خاتم من ذهب، لكن انت لا يلزمك ان انت تلبس اي شيء، ما فيش طقوس خاصه، لان عباره دي الذهب ده هديه لهذه الفتاه واعلان بان انت خلاص وعدتها بالارتباط بها، اذا فلا داعي لاي شيء اخر، لكن تستطيع ان انت تجيب لها خاتم من ذهب وتخلي والدتك او اختك هي اللي تلبسه لها. طيب في فترة الخطوبة يا جماعة، هل هذا الشاب ليه طاعة على هذه الفتاة؟ يعني هل له أن يأمرها بأي شيء؟ لا أبدا، ليس له أي حق عليها في فترة الخطبة إلا اقتراحات معينة مهذبة من خلال المكالمات التليفونية اللي قلنا عليها، يكلم والدها أو يكلم أخوها ويستأذنه أن يكلم الأخت في وجود المحارم، ويبتدي يدردش معها ويملي عليها بعض الاقتراحات. مثلا الحجاب عايز يتظبط شوية أخت ربنا يبارك فيكي، مثلا عايزك تحافظ على قيام الليل، مثلا عايزك لو ما بتعرفيش تطبخي تتعلمي شوية، يبقى مثلا عايزها تعمل كذا، تراعي ان هي تهتم بوالدها ووالدتها، تهتم جدا بصلة الارحام وهكذا. يعني اقتراحات مهذبة لكن ليس له اي حق عليها، لانه ليس زوجا، وكما قلنا ونكرر الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا. مسألة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا وفي منتهى الخطورة، لازم يكون يا جماعة الخير والله، وركزوا معايا في النقطتين اللي جين دولت، لان دول من اخطر واهم النقاط اللي احنا عايزين يعني ناخد بالنا منها في مرحلة الخطوبة بالذات. وانا بكلم الكلام ده كله عن تجارب عشتها مع ناس كتيرة جدا جدا من خلال دعوة اكتر من 18 سنة، عشت مع مشاكل الناس وظروف الناس وحياة الناس، وبنقول لكم خبرة 18 سنة دعوة من خلال كلمات بسيطة ونقاط بسيطة جدا. ربنا يسعد قلوبكم ويسعد بيوتكم يا رب العالمين. لازم يكون في مصارحة وصدق وعدم كذب في الوضع المادي والاجتماعي والتعليمي. مرة فتحت باب الزواج التوفيق بين الإخوة والأخوات، شباب وبنات، فإذا بي أفاجأ مثلا أخت بعتها أنا حاصلة على ليسانس أداب مش عارف قسم إيه، واخد بالك، وهو يقول لي أنا واخد ماجستير مش عارف إيه، ويروح الأخ ويقعد معها ويقعد معاه ويدردشوا معاها، طبعا مش هقولها هيطلعوا ورق الشهادات يعني، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد فترة هو يكتشف ان هي واخده دبلوم تجاره وهي تكتشف ان هو مش متعلم اصلا، وهو قال لها انا عندي ماجستير وهي قال له ايه ليسانس، وربنا قدر الاثنين يعني ما شاء الله يعني ايه. فخدت بالك لازم يكون في صراحه يا جماعه، ما يكونش في كذب، ما يروحش يقول لهم انا الحمد لله رب العالمين يعني مليونير وعندي محلات وعندي مشاريع وعندي اراضي زراعيه وعندي وعندي وعندي، وفي الاخر يكتشف ان هو مفلس. ما ينفعش، ومش عيب ان انت تكون فقير، لكن عيب ان انت تدعي الغنى وانت فقير، وعيب ان انت تدعي ان والدك مثلا عمدة او محافظ او وزير ووالدك انسان بسيط، ومش وما تستحيش ما تستحيش ان والدك انسان بسيط، بالعكس تفتخر جدا ان والدك انسان بسيط وقدر يربيك ويعلمك جزاه الله خيرا، وتحط والدك ده فوق راسك
وتفتخر بهذا الأب الفاضل الكريم، إنما عشان تستعر من أهلك وتروح تقول كلام غير الواقع، تقولهم إحنا ساكنين مثلا في الزمالك وتكون ساكن مثلا في عشش مش عارف إيه كده، واخد بالك؟ ليه تستعر من أصلك؟ بالعكس، خليك إنسان واقعي. أنا كنت عايش في، أنت هتقولهم كده، أنا كنت عايش في عيشة بسيطة جدا الحمد لله رب العالمين، بفضل ربي أولا ثم بجدي واجتهادي وطموحاتي و... 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 الحمد لله بقيت مهندس، الحمد لله خدت شقة في مكان راقي، الحمد لله معايا سيارة طيبة، الحمد لله قبل ده كله أنا ملتزم وأعرف ربنا سبحانه وتعالى. تفتخر إن أنت عملت حاجة، ما تفتخرش بالأباء والأجداد والمناصب والأموال، ده حاجة أنت يعني ما انتش فيها كلابس ثوبي زور. لا، اوعى تكون يعني في الحياة ديت، لان دي مسألة مهمة جدا، لان في تكافؤ مطلوب يا جماعة، وده ما يزعلش حد ابدا يا جماعة، موضوع التكافؤ، وانا هخصص له حلقة كاملة، لان مش نحن اللي اتكلم فيه النهاردة، لكن فعلا هل مطلوب التكافؤ الاجتماعي؟ ايوه مطلوب التكافؤ الاجتماعي، وبدون زعل. يعني النهاردة لما اجي اقول واحدة دكتورة واخدة ماجستير او دكتوراه، او هي دكتورة طبيبة يعني، ولما تيجي النهاردة تتزوج واحد ما هوش متعلم، هل هو حرام؟ لا مش حرام، لكن هيحصل ما بينهم يقينا مشاكل. العقل غير العقل يا جماعة، التفكير غير التفكير، القدرات غير القدرات، المواهب غير المواهب، الطموحات غير الطموحات. ما فيش لغة حوار وما فيش لغة تفاهم، هتبتدي هي تسخر منه وتبتدي تتفاخر عليه في لحظات معينة، ممكن الواحدة بتنسى نفسها وتتعصب وتتنرفز. وزي ما قلت لكم، من فضل ربنا بل من كمال فضل الله، ان الحمد لله العصمة في ايد الرجالة مش في ايد الايه الستات، من لو كانت في ايد الستات كنا اتطلقنا كل يوم 20 مره. لو بصيت لها بصت بتبصلي كده ليه؟ انت طالق، ادي واحده. لو طلب منها كوبايه شاي مش فاضيه لك، طب انا عايز شاي، طب انت طالق، يعني فاهم ازاي؟ كنا اتطلقنا كل يوم يقينا، كان زماننا في الشارع دلوقتي يعني. المهم فمن ستر ربنا ان ايه، ان العصمه في ايدين الرجاله بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان مطلوب يبقى فيه توافق او تكافؤ اجتماعي، مطلوب يكون فيه تكافؤ تعليم، مطلوب ان احنا نطلع فاصل دلوقتي، فهنطلع فاصل، صلي على حبيبك ونرجع لك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم بعد الفاصل، أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، ربنا يبارك فيكم. زي ما قلنا لابد يكون فيه مصارحة في الوضع المادي والتعليم والاجتماع، مسألة مهمة جدا أن يكون فيه مصارحة. ما يجيش واحد النهاردة يروح يتقدم لوحدة فيقول لها الحمد لله رب العالمين، إحنا عيلة ما شاء الله، والدي رجل ريتشمان ورجل غني جدا، وعنده 5 أصول، واحد في هوليوود والتاني في إنجلترا، ثالث في فرنسا، والرابع في أستراليا، والخامس في باب الشعرية. مش ينفع انه يقول لها الكلام دوت، لازم يكون صريح معها. مفيش مانع ان انا اكون فقير، مش عيب، عمر الفقر ما كان عيب، لكن العيب ان انا البس توب غير توبي، وان انا اقول ان انا غني جدا وانا فقير، او ان انا اقول معايا شهاده عليا وانا ما عنديش شهاده، او ان انا اقول ان انا وضع الاجتماعي كذا او وضع التعليمي او المالي كذا وانا مش كده. لا، خليك لابس توبك وخليك عايش حياتك وارضى بحياتك وارضى عن نفسك وارضى عن مستواك، ولكن خلي عندك برضه في نفس الوقت همه عاليه ان انت ربنا يكرمك وتحاول تتقدم وتصل الى اعلى المراتب واعلى المراكز واعلى المستويات التعليميه بفضل الله سبحانه وتعالى. وده هنخصصها حلقه كامله عن مساله التكافؤ الاجتماعي. طيب، لو كان في اخطاء في الماضي نستر على انفسنا ولا نتصارح؟ لان ده كان سبب خراب بيوت كتيره جدا من خلال المشاكل اللي عرضت عليا. انك تيجي الاخت مثلا كان يكون لها علاقه، مثلا كانت ماشيه مع شاب علاقه حب، يعني زي يقولوا الحب اللي بتاع الجامعه والحاجات دي كده، فكانت ماشيه مع واحد وكانت بتحبه وبيحبها، وبعدين ربنا قدر وتابت الى الله، وبعدين تزوجت في الحلال. فلما تزوجت ضميرها بقى بيأنبها، فقعدت طول الوقت عماله، طب اقول له ولا ما اقولوش، اقول له ولا ما اقولوش. راحت جابت ورده قالت اقول له ما اقولوش، اقول له ما اقولوش، لحد ما في الاخر جت اقول له، واخد بالك؟ والورده خلصت. فالمهم يعني طبعا لو اعرف كنت جبت لها ورده ثانيه يعني. فالمهم يعني فايه، ففي الاخر خالص قالت اقول له، راحت قالت له، فهو راح قايل لها يعني خلص الموضوع كله، راح ايه يعني مطلقها. فبقول لا، الأصل في الذنوب يا جماعة هو الستر، إن الإنسان يستتر بستر الله. هو كمان لو كان قبل الجواز مقطع سمكة وديلها زي ما بيقولوا يعني، وماشي مع نص بنات قارة أفريقيا، ما ينفعش بعد الجواز يروح يقول لها إن أنا كنت ماشي مع 2 من أوغندا وخمسة من موزمبيق وثلاثة من كوالالمبور، ما يقولش الكلام ده، بل بالعكس يستتر بستر الله ويتوب ويندم على ما كان يفعل ويرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك له. يبقى الأصل في الذنوب يا جماعة الستر، ان الانسان يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يفضح نفسه. طيب، سؤال برضو بيجري على ألسنة ناس كتير،
بنتي هتتجوز وجالها شاب ما شاء الله زي الفل، طيب هل يجوز ان احنا قبل الزواج من اجل الاطمئنان بس فقط واخذا بالاسباب، هل يجوز نعمل الفحص الطبي؟ يعني هي تعمل فحص طبي وهو يعمل فحص طبي وشوفوا اذا كان فعلا هما الاثنين عندهم قدره على الانجاب ولا لا؟ يجوز، ايه المشكله؟ لكن بضوابط معينه. ايه الضوابط المعينه يا حبايبي؟ ان هو هيروح لوحده يعمل فحص طبي وهي تروح مع محارمها تعمل فحص طبي، ثم يلتقي هذا الشاب مع واحد من محارم هذه الأخت الفاضلة ويشوفوا الفحص الطبي ويروحوا للدكتور ويبتدوا يدردشوا معاه في مسألة الفحص الطبي ويعرفوا إذا النتيجة إيه. طيب لو طلع الفحص الطبي فيه عيب معين سواء عند هذا الشاب أو عند هذه الفتاة، يبقى احنا هنا بين خيارين، المسألة الأولى أو بين مسألتين. المسألة الأولى لو كان هو عنده عيب فهي مخيرة بين أن توافق على هذه الزيجة وبين أن ترفض، لها الحق. ولو كان العيب عندها هي فله الحق أن يوافق أو أن يرفض، بس يكون فيه تصارح. طيب لو كان فيه عيب بقى ومش هيحصل زواج أصلا، يعني هو عنده عيب أو هي عندها عيب ومش هيحصل زواج، خلاص هما الاثنين رافضين وكل واحد يروح لحاله، هل يجوز إن هو يخرج بره يفشي ويهتك ستر هذه الفتاة أو هي تهتك ستره؟ هذا لا يجوز أبدا أبدا، بالعكس كل واحد فيهم يحتفظ بسر صاحبي أو أخيه في نفسي ولا يفتح أخاه أبدا، لأن هذا من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى يجوز الفحص الطبي لكن بالضوابط اللي احنا ذكرناها. طيب الحاجة اللي قبل الأخيرة، هل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ أظن بدأنا الدرس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا النهي للتحريم؟ نعم للتحريم، لأنه نهي عن الإضرار بأخيك المسلم. يبقى أنا مخطوبش على خطبة أخي، أخويا فلان تقدم لفلانة، ما يجوز أن أنا أتقدم إلا في حالات معينة. إيه هي الحالات المعينة؟ إذا هذه الفتاة رفضت هذا الشاب، فلو رفضته خلاص يبقى كده ما دام رفضت يجوز لي ان انا اتقدم، او اذا هذا الشاب نفسه قال لك انا خلاص يعني مش عايز اتجوزها فانا اذنت لك ان انت تتقدم، او الحاله الثالثه ان هو يكون خطب بالفعل وبعد الخطبه تركها ثم اصبحت خاليه، ففي الوقت دوت يجوز ليك ان انت تتقدم، انما ما يجوزش قبل كده ان حضرتك تتقدم. طيب لو حصل بقى، ما دي برضو مشكله واكيد ناس كتيره بتسال فيها، طيب حصل وما كنتش اعرف الحكم الشرعي وخطبت واحده مخطوبه وعقدت عليها واتجوزتها ودخلت بيها، الجواز دوت صحيح ولا مش صحيح؟ سؤال مهم جدا. الفقهاء انقسموا لقسمين يا جماعة الخير، القسم الأولاني قال الجواز ده باطل والعقد فاسد ولا بد أن يفرق بينهما، ده رأي. والرأي الثاني قال لا، العقد صحيح لكن هذا الشاب آثم لأنه خطب على خطبة أخيه، وده رأي الجمهور وهو دوت الراجح. يبقى الرأي الراجح في المسألة ديت إن لو واحد خطب على خطبة أخيه الجواز صحيح 100%، لكن هو آثم وعليه ذنب كبير جدا جدا وعليه مظلمة لأخيه المسلم هيلقى الله بها يوم القيامة. الرجل الثاني ده أو الأولاني هيروح يقول يا رب فلان خطب خطبتي واتجوزها وأنا كنت خطبها، في مظلمة يا ربي هات لي حق منه. يبقى إذن العقد صحيح لكنه آثم. آخر حاجة بقى وآخر سؤال قبل ما نتلقى اتصالات حضراتكم الجميلة إن شاء الله، وبذكر حضراتكم للمرة الثانية والأخيرة إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله هنخصصها بناء على طلباتكم إن نتواصل معكم من أول الحلقة لآخر الحلقة عن أي مشاكل خاصة بفترة الخطوبة، علشان ننتقل في الحلقة اللي بعدها على طول على مسألة العقد، علشان نشوف إزاي بقى العقد يكون عقد صحيح وما يكونش فيه عقد، يعني ما يكونش فيه أي فساد في العقد، وإزاي إن إحنا نتزوج زواج إسلامي صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر سؤال، إيه حكم الهدايا اللي الخطيب بيعطيها لخطيبته عند العدول عن الخطبة؟ مسألة مهمة جدا. العلماء قالوا إيه؟ قالوا لو كان دفع هدايا، خد بالكم، على سبيل أنها جزء من المهر فله الحق في أن يسترد هذا الجزء من المهر، سواء كان العدول عن الخطبة من طرفه هو أو من طرفها هي. يبقى لو كان دفع لها حاجة على سبيل إنها جزء من المهر فيجوز إن هو يسترد هذا الجزء من المهر، حتى لو كان العدول من طرفه هو، حتى هو لو سابها هو أو هي اللي سابته، ده حاجة. أما ما دفعه على سبيل الهدية وليست المهر، خدوا بالكم، لو دفع حاجة على سبيل الهدية فبتنقسم لقسمين،
القسم الأولاني أظن الكلام واضح. القسم الأولاني هدايا بسيطة جدا، أكل وشرب وحاجات كده، يعني أشياء مستهلكة، فدي ما يجوز أن نطلبها. مش معقولة يلاقوا، والله شفنا حاجات يعني تضحك، تلاقيه كاتب كشف في يوم 6 أكتوبر جبت لهم بطيخة حمراء، وفي يوم 8 نوفمبر جبت لهم كيلو عنب مش عارف أعمل إزاي، وفي يوم 10 سبتمبر جبت لهم مش عارف 2 كيلو تين برشومي، وفي يوم مش عارف إيه جبت لهم حاجات تضحك، ويوم مش عارف ايه جبت لهم يعني حاجات يعني ايه، عيب قوي ان حد يتكلم فيها، وعيب قوي ان حد يكتبها، لان اللي يعمل كده سامحوني يعني يبقى انسان بخيل جدا جدا، ويبقى يعني حتى منظره مش كويس ابدا قدام الامم المتحده. فالمهم يعني ايه، فما ينفعش يقول الكلام ده، دي نقطه. اما لو كانت اشياء غير مستهلكه بمعنى ان هو دفع لها اشياء موجوده، جايب لها مثلا غساله فول اوتوماتيك حاططها عندها، جايب لها مثلا ثلاجه، جايب لها مثلا خلاط، جايب لها ذهب بس كتير، واخد بالك؟ فان كان العدول عن الخطبه من طرف هذا الشاب او من جانبه هو اللي فسخ الخطبه في الوقت دوت، ما يحقلوش ان هو طالب بالحاجات دي. اما لو كانت هي اللي هتفسخ الخطبه، فليه الحق انه يسترد كل هذه الاشياء. ولكن بعض الفقهاء قالوا حاجه جميله قوي، قالوا بالنسبه للشبكه، لو كانت الشبكه جزء من المهر، وما اعتبروا بعض الفقهاء اعتبروا يعني مساله بس بوضحها لحضراتكم، بعض الفقهاء اعتبروا ان الشبكه دي جزء من المهر، فقالوا في كل الاحوال لو انفسخت الخطبه له الحق ان يسترد الشبكه. والحقيقه الكلام كده كلام عايم، لا، عايزين نوضح المساله، ان المساله هنا يا جماعه خاضعه للعرف، ركزوا معايا كويس قوي، المساله هنا خاضعه للعرف. بمعنى ايه؟ واحد راح يتجوز انسانه بسيطه جدا، وهو جاب لها شبكه بسيطه قوي يعني لا تتعدى، جاب لها خاتم صغير كده وغويشه بس وخلاص. فلما يجي يعدل عن الخطبه، يعني بقول ليس من المروءه، انا بقول ايه، ليس من المروءه ان يسترد هذه الشبكه، لانها امور بسيطه جدا لا تتعدى 1000 ولا 2000، يعني نعتبرها جبران لخاطر هذه الفتاه اللي تركها خطيبها، دي نقطه. أما لو كانت الشبكة كبيرة، يعني جاب لها شبكة مثلا ب20,000 جنيه، فلو الحق هنا إن هو يسترد هذه الشبكة، لأن هي في الوقت دوت لا يتصور أن 20,000 جنيه ديت هنا هدية، وإنما يتصور أنها جزء من المهر. كذلك لو كانت الفتاة غنية بقى، ده احنا ننتقل من الفقر بقى للغنى. لو واحدة غنية، واحد يعني مثلا واحدة بنت ملياردير، وهو العريس اللي متقدم ملياردير أيضا، فجاب لها يعني شبكة كده على ما أقسم حاجة أرضيحي كده ب50,000 جنيه، واخد بال حضرتك؟ فلو جاب لها حاجة زي كده، فلما يفسخ الخطبة يعني برضه ليست من المروءة إنه ياخد منها حاجة زي كده، لأن هي بالنسبة له ولا حاجة، وهي بالنسبة لها برضه ولا حاجة. أما لو كان جايب لها بقى حاجة بقى إيه؟ المظات بقى، واخد بالك، اللي لما يعني النساء بيشوفوها كده دماغهم يعني واخد بال حضرتك، يعني جايب لها حاجه مثلا ب500,000 جنيه، ولا جايب لها حاجه ب200,000 جنيه، بيحصل طبعا الكلام ده كله مش من خيال يعني، ده بيحصل، او جايب لها حاجه ب200,000 جنيه، فله الحق ان يسترد هذه الشبكه، لانها في الوقت ده هتبقى يعني كبيره جدا وتعتبر جزء من المهر. ده كان يعني كلام مجمل كده عن موضوع الخطبه، وان شاء الله نتلقى اتصالاتكم، اكيد اتصالاتكم هتفتح معانا يعني مجالات كبيره جدا للاسئله في الحلقه القادمه ان شاء الله. اخت هديل ولا هدير؟ هديل. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ، والله انا سعيده جدا بموضوع الحلقه، لان فعلا انا شايفه ان 3/4 اسباب فشل الزواج النهارده هي مقدمات الزواج، يعني المفاسد اللي بنشوفها في مرحله الخطوبه. انا مثلا مدرسه وبتعامل مع البنات في فتره المراهقه، بشوفهم يقولوا ايه، لا ده سبب ان الزواج بيبوظ، ان احنا مجتمع متحفظ ما بيديش للبنت فرصه انها تتعرف على الولد وانها تخرج معاه، فما بتبقاش عارفاه، فبتتفشكل الجوازه بعد كده. يعني فعلا بلاحظ قد ايه، اولا الاعلام بيحور الباطل للحق، وللحق الباطل، وفعلا بيخلي الموضوع مشبوه على الفتيات وعلى الشباب. فاشكر حضرتك جدا، بس ليا سؤال بسيط بعد اذنك. اتفضلي. ايه المانع يعني لو احنا عملنا مثلا فرح اسلامي وفي اغاني اسلاميه وفي التزام وكله، ومثلا قاعه كبيره وكده، ويبقى فيها جانب لمثلا لاهل العريس وجانب لاهل العروسه، فبالطبيعي يعني انا مثلا مش هقعد الا مع زوجي وابنائي، ودي الترابيزه دي بتاعت خالي والترابيزه بتاعت خالتي، مش هيبقى فيها الاختلاط
اللي يعني شايفه فيه حرمانيه. يعني كلنا بنبقى اهل مع بعض وبتبقى ما فيش يعني اختلاط حرام، ونبقى في قاعه واحده بس قاعه واسعه وكبيره. هل ده يجوز ولا لا؟ ما احنا قلنا اختي الفاضله لو سمعت حضرتك الحلقه، احنا قلنا يا جماعه يجوز ان احنا نعمل فرح ونفرح وننبسط ما دام ما فيش اي معصيه وما فيش اي مخالفه شرعيه. يعني بس اهم حاجه ان ما يكونش في اختلاط، لان احيانا يعني مثلا لو في اختلاط بين الفتاه وبين ابن عمها وابن خالتها، ما هدي برضو يعتبروا اجانب عنها بالظبط كده. يعني عايزين نفهم مساله ان الاجانب مش هو بس الشاب الغريب، لا، قد يكون ابن خالتها او ابن عمها قد يكون اجنبي عنها. فاحنا بنقول هنفرح وننبسط ونقضي اجمل ليله ونفرح، لكن نخلي يعني مكان للرجال ومكان للنساء، ولا مانع طبعا ان عم العروسه وخال العروسه وقرايب العروسه واخواتها يخشوا ويباركوا لها ويفرحوا بيها في يعني لما يخلصوا الفرح في البيت ويفرحوا بيها ويقضوا ليله جميله مع بعض. يعني لا مانع من هذا، يعني ما فيش حد يقدر يحرم الفرح كفرح، لكن نبعد عن المعاصي ونبعد عن الاختلاط. طيب الاخت منال، السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. جزاك الله خير على البرنامج. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. انا ليا عند حضرتك ثلاث اسئله. اتفضلي. اول حاجه، حضرتك كنت بتتكلم في الحلقه بتقول لو الواحده يعني اعترفت لجوزها على الزنوق، يعني ان هي كانت لها علاقه قبل كده. نعم. فانا طب دلوقتي لو هو مثلا طلع شكاك الاضرار ولا حاجه، ومثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ومثلا لا حلفها يعني ان هي لها علاقه قبل كده ولا لا، تعمل ايه في الحاله دي؟ والله يا اختي شوف، هقول لحضرتك حاجه، هو الاصل ان هو يعني هو ما هو برضه احنا مش بنتكلم بس الزوجه، احنا بنتكلم الزوجه والزوج. الزوج لازم، عايز اقول للزوج، لكل زوج، خليك ذكي، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يعني لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. الاصل في الزوج انه يكون انسان عاقل. انت متجوزها بتسالها عن ماضيها ليه؟ طب ما كنت لو كنت عايز تسالها عن ماضيها كنت تسالها عن ماضيها قبل ما تتجوز. انما انت اتجوزت خلاص، اقفل الستاره، اقفل الايام اللي فاتت ديت وابدا صفحه جديده وعيش مع زوجتك حياه فاضله. انما تقعد النهارده تحلفها بالله وتقول لها احلفي لي بالله كان ليكي علاقه بحد قبليه ولا لا، وهي تحلفه بالله كان ليكي علاقه، الكلام ده كله يا جماعه لا يجوز ان احنا نقعد نبحث ونقعد كده نحاول نخرب كده على المشاكل القديمة. لا، الكلام ده كله نصدل عليه الستار ونبدأ صفحة جديدة. فأنا بقول أنا الكلام ده مش موجه للأخت بس، موجه أيضا للزوج نفسه، أن أنت ما تسألش زوجتك عن الماضي في أي شيء. الحمد لله معك زوجة شريفة فاضلة متدينة، فلا تسأل عن هذه الأشياء. الأخت سماح، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله احنا بنحبك في الله يعني في تونس. ربنا يحبكم ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. الله يرضى عنك. انا عندي سؤال محيرني وانا اتخطبت. نعم. وتم الرفض في المره الاولى لانه يعني الشاب مش مكون نفسه. نعم. والمره الثانيه يعني كون نفسه، اصبح عنده بيت وكل شيء. تمت الموافقه من امي. نعم. ومن اخوالي وعمامي، يعني راح كلمهم وشاف رايهم. نعم. لكن رفض مره ثانيه من بابا، يعني رافض بشدة. نعم. وأنا مش عارفة يعني أقول إيه لعيلة الراجل. أنت موافقة عليه؟ حقيقة موافقة. أنت موافقة عليه؟ أبويا قال يعني مستحيل أنا عندي بنت تختار وتوافق إيه أقصد حقيقة موافقة يعني؟ أيوة أنا موافقة، لكن أبويا رافض بشدة وأمي موافقة. طيب هقول لحضرتك حل بسيط جدا. احنا في الحالات دي انا مش عارفه ازاي ارد عليهم، يعني دي مشكله. طيب هقول لحضرتك اخت سماح، هو في الحالات اللي زي كده يا جماعه احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان ما ينفعش اي اخت تتجوز بغير اذن وليها، لان عندنا نص حديث صحيح لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل. يبقى اذا لابد من وجود الولي ولابد من موافقه الولي. طيب الوالد رافض ليه؟ نساله. والله رافض علشان انا شايف مستواه مش قد مستوانا. نقول طب نقرب المسافات. مش مطلوب يا جماعه في كفاءة ان هي تبقى مليونير وهو يبقى مليونير، لكن مطلوب ان يبقى فيه حتى ايه توسط في المساله. هي غنيه جدا هو غني بس ما هوش غني جدا، لكن المساله بسيطه. هي فقيره وهو فقير، يبقى فيه توافق في هذه المساله. المساله الاجتماعيه نقدر برضو نتوسط فيها، لكن في حاله رفض الاب انا بقول لحضرتك تحاولي توسطي حد، عمك خالك والدتك، تحاولوا بقدر امكان ان انتم يعني بقدر امكان ان انتم تخلوا الوالد يوافق، لانه لو ما فيش طبعا ما ينفعش يتم الزيجه إلا في حالة واحدة فقط، ودي حالة يعني استثنائية، إذا كان الأب عياذا بالله
ليس مسلما، ففي هذا الوقت لا يكون وكيلا عن هذه او لا يكون وليا لهذه الفتاة المسلمة، ونلجأ للولي الآخر. يعني الأخت حنان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، عايز أسألك سؤال تفضل. الخطوبة يعني. تفضلي. دلوقتي أنا خطبت وبعد كده قعدت يعني ما كملت الشهر وكتب كتابي. نعم. فعايز أعرف يعني إيه الحقوق، حقوق الزوج يعني في كتب الكتاب، يعني إيه؟ طيب حاضر أنا، يا حاضر. هو عايزك يا شيخ بالله عليك تدعي لي بالذرية الصالحة. ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل المشاهدين بالذرية الصالحة رب العالمين، ويجوز كل شباب وبنات المسلمين رب العالمين. عايز أقول حاجة يا جماعة، بالنسبة طبعا احنا الكلام ده هنتكلم فيه بقى في مرحلة العقد، لكن عموما إجابة مقدما، إن الرجل بمجرد ما يعقد على الفتاة أو الشاب بمجرد ما يعقد على الفتاة فهي زوجته، له خدوا بالكم في مرحلة العقد له كل شيء إلا آخر شيء، وأرجو أن تقرأوا ما بين السطور. ليه؟ لأنه قد يدخل بها بغير علم أهلها ثم يطلقها، فلو قالوا له لا ده انت دخلت بيه، لم لا روحوا شوفوا بنتكم بقى كانت ماشيه ازاي، وعازم بلا، ويتهم هذه الفتاة البريئة الطاهرة. فعشان كده بنقول يا جماعة لا، خلينا لينا حدود، لي كل حاجة إلا آخر حاجة. ربنا يبارك فيكم، الوقت معاكم بيجري بسرعة، معادنا الحلقة القادمة إن شاء الله مع أسئلتكم الجميلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.